صباح الخير، واليوم 2 فبراير 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، قد تضطر لاعتماد نظام غذائي صحي بالوقت الراهن، وأما عاطفيا عم تتحسن علاقتك مع الشريك بصورة تدريجية نحو الأفضل، وللعازمين بنقول لهم توقعوا علاقة فجائية، وأما مهنيا عم نشوفك حريص على حماية موقعك الوظيفي في العمل. مولود برج الثور، الفلك عم يتحدث عن تجربة جديدة ممكن تدخل فيها على الصعيد المهني، بالإضافة لارتياحات صحية، وأما عاطفيا رح تنجح في تسوية وضعك مع الشريك بطريقة ودية أكثر بالرغم من الجفا والبرود المسيطر على علاقتكم سوا. مولود برج الجوزاء، لربما يصعب عليك نسيان الأحداث اللي صارت معك بعلاقتك مع الشريك، ولكنك مضطر للتغاضي عن بعض التصرفات السابقة، وأما مهنيا توقع تطورات إيجابية في مجالك المهني بالرغم من التغييرات الدرامية اللي عم بتعيشها في العمل. مولود برج السرطان، الفلك عم يتحدث عن توجهات جديدة مقبل أنت عليها على الصعيد المهني، وتوقع انفراجات مهمة بانتظارك، وأما عاطفيا عم تلاقي حالك أمام واقع جديد أكثر إيجابية، وعم نشوف الأجواء مريحة جدا بالنسبة لك مع الزملاء. مولود برج الأسد، تبدو بحالة بحث عن حلول سريعة لمشاكل مهنية سابقة، بالإضافة لضغوطات مالية عم تزعجك وكأنك غير قادر على تحجيمها حاليا، وأما عاطفيا تبدو خطواتك صائبة مع الشريك بالرغم من بعض الحقائق المخبية عنك بعلاقتك معه. مولود برج العذراء، الفلك عم يتحدث عن مسؤوليات جديدة ممكن تتكلف فيها مرتبطة بوضعك المهني وحتى العائلة، وأما عاطفيا عم نشوفك أكثر وضوح وشفافية بعلاقتك مع الشريك بالرغم من الخلافات المتكررة بيناتكم بين الوقت والتاني. مولود برج الميزان، رح تتخطى المصاعب يلي عم بتعيشها بالوقت الراهن، ويبدو أنك عم بتخطط للقيام بعمليات تجارية أو مشروع خاص إضافي لتحسين مواردك المالية، وأما عاطفيا تبدو مضطر للتكيف مع الواقع الجديد اللي عم تمرق فيه على الصعيد العاطفي. مولود العقرب، الفلك عم يتحدث عن أجواء من الضغط وعدم الاستقرار المهني اللي ممكن تشعر فيه بين الوقت والتاني، وأما عاطفيا عم تتبدل مشاعرك مع الشريك نحو الأفضل، وعم تشعر بأنه الأوضاع رح تكون أفضل بالمرحلة اللي جاية. مولود القوس، قد تضطر لتحمل بعض المسؤوليات في العمل لمساعدة زملائك على الصعيد المهني، وتوقع دعم مهم بانتظارك، وأما عاطفيا لربما تتأثر علاقتك مع الشريك ببعض الظروف المعاكسة، وكمان لربما كمان تخطئ بتقديرك للأمور فانتبه. مولود الجدي، لربما ينفرض عليك بعض الشروط أو المحاذير على الصعيد المهني، وتوقع أحداث غير اعتيادية ممكن تفاجئك في العمل، وأما عاطفيا رح تنجح في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل فرضت نفسها على علاقتك مع الشريك. مولود برج الدلو، ابتعد عن القرارات النهائية في العمل وخصوصا بالوقت الحالي، وكمان عم نشوفك قد تضطر للدفاع عن مواقف وتصرفات سابقة على الصعيد المهني، وأما عاطفيا كأنه مشاكلك مع الشريك عم تتغذى على الظروف المعاكسة بعلاقتك معه، فانتبه واطلع من هيدي القصص. مولود برج الحوت، كأنك عم تتحسب للأسوأ على الصعيد المهني، فما في داعي لكل هيدي التشاؤمات بالوقت الحالي، ولازم تدرس كل الاحتمالات الجاية قبل البدء بأي نشاط جديد، وأما عاطفيا ابتعد عن استفزاز الشريك بأي عداءات سابقة معه. هذه كانت أخبارنا الفلكية لهذا النهار، لقونا بكرة بتوقعات جديدة، ضلكم بألف خير، وباي باي.